وقت قررنا نعزل ابني مراد قلت لي إنه هالشي مو سهل ولازم نرضى بكل شي ونكون مستعدين لكل النتائج والاحتمالات. أنا وقتها ما قبلت بهالكلام، بس هلأ ندمانة لأني ما قبلت. سلطانة، مزبوط مثل ما أنا فهمت؟ ابني منصاب بمرض بموت ووضعه كتير خطير. سنان باشا حكالي زعل كتير على موت أميري، وطبعا كان خايف وقلقان مثل الكل. أمير شلبي كان معه وشرح لي الحالة. إذا مراد ما أخذ الأدوية الصحيحة مرضه هاد رح يقتله. لهيك سنان باشا ومشان مستقبل دولتنا طلب مني أحسم أمري وبت بهذا الموضوع. سلطانة، اتوقع أنه صعب نوثق بسنان باشا، خاصة بمثل هيك موضوع. شو في إله مصلحة من ورا هالشي؟ بيعرف إنه بينقطع راسه فوراً إذا بيغلط. الظاهر بأنك اتخذت قرارك يا سلطانة. مرضه بالكبد، كبده مع الوقت عم بيتلاشى ويضمر، وإذا ضمر أكتر من هيك مستحيل إنه يعيش. وأنا موافقة يا أمير شلبي، موافقة نغير العلاج. بنصحك تتروي سلطانة بقرارك. هاي مانا رغبتي، بس ما في خيار تاني للأسف. ما ضل عنا غير أمل واحد، إبراهيم. لو شو ما كان التمن يكون ضروري نحمي حياته ويضل عايش. تحت أمرك يا سلطانة. سمو الأمير، أنا مشغول بالي عليك. ليش بتضل قاعد هون؟ بس ما تكون مريض. أنا منيح يا كمال كيتش. تسمح لي إني أقعد معك؟ بتذكر وقت كنت صغير وجابوني على معسكر الانكشاريين، ما قدرت اتأقلم مع هالعالم وضليتني ساكت فترة طويلة. ومرة واحد من العساكر اللي كانوا معي ما كان يحبني كتير، رفع علي سلاحه ورماني بالسهم. وشو صار بعدين؟ لولا لطف ربنا كان إجا بصدري، بالصدفة قدرت بعد عن طريقه. ما حدا بيعرف القدر شو مخبيلنا. بصراحة هالموقف رعبني كتير وعطاني دافع أني صرت أقوى وأهم رامي سهام بكل الدولة، ومن بعدها ما حدا قدر يتجرأ علي أو يعاديني. وحضرتك عم تعيش الخوف بكل لحظة، أكيد معك حق وما بلومك، بس لازم ما تستسلم.
لأنه الخوف بيحمل جواته الشجاعة. لما أنت تتحدى مخاوفك رح تنتصر وتكون شجاع. وأوعك تنسى أنه أنا دائماً رح أكون جنبك. كلامك في منطق يا باشا، وكتير من الشجاعة. بس يا كمال كيتش، أنت انقتلوا أخواتك شيء قدام عيونك؟ أو حسيت بالعجز وأنت عم تسمع أنفاسهم وهي عم تختنق؟ أكيد ما بتعرف شو يعني أحبابك يموتوا قدامك، لهيك ما رح تفهمني. استأذن سمو الأمير.